نلتقي في لبنان دون غيره لنبعث بعدة رسائل مهمة. الرسالة الأولى للداخل اللبناني بأن أشقاءكم العرب سيكونون دائماً وأبداً سنداً ودعماً لكم، فللبنان مكانة في قلب كل عربي. الرسالة الثانية لبقية الوطن العربي بأن نستلهم من تجربة لبنان بحلوها ومرها، أنه لا بديل لنا كعرب سوى أن نتعايش برغم اختلافاتنا. بهذه الكلمات افتتح الدكتور هشام حمودة مؤتمر خريجي هارفارد العرب، والذي يقام للمرة الأولى في لبنان، في مبادرة تحمل في طياتها الكثير من خطوط التفاؤل لشباب لبنان في ظل الأوضاع الحياتية والاقتصادية الصعبة. أول هدف هو أنه نجمع العرب تحت شعار واحد Region Rising، نبض المنطقة، تنحكي ونتشاور ونخطط شو هو المستقبل اللي نحن بدنا إياه للبنان ولدول العربية. تاني هدف هو نعمل نوع من الوصل بين الغرب والشرق ونعلي الإيمج تبع العرب بدول عربية وبأمريكا وبالعالم ككل. التحدي الكبير أنه نجرب نلاقي فرص عمل للشباب يلي بيتخرجوا بهذا المستوى العلم العالي ليبقوا أكثر بلبنان. طبعا ما رح نقدر نستوعبهم كلهم لأنه المنخرجوا أكثر بكثير من قدرتنا، وهذا الشيء بنعرفه، ولكن حتى المتخرجين اللبنانية اللي عم بيشتغلوا برا يعني كمان بيكونوا غنى للبنان، لأنه هودي سفرة للبنان وبيرجعوا على لبنان بخبراتهم وبأموالهم ليرجعوا يستثمروا ويعيشوا بلبنان. قدرنا نتوجه لمجموعة نخبوية من العالم العربي نقدر نحطها بآخر مستجدات قطاعات الطاقة بلبنان، وخاصة قطاع النفط يلي هو قطاع ناشئ بلبنان، وكانت مناسبة نقدر نحطهم بالأجواء وبكل ما يحدث من مستجدات بهذا القطاع بلبنان. ويأتي مؤتمر هارفارد العرب كخطوة تحفيزية للشباب اللبناني للإيمان بوطن متصالح مع الذات، ولأخذ مبادرات عملية وفعالة كي يبقى لبنان منارة ومرآة للشرق العربي المتميز. ميرنا غرزوزي، اليوم على الحرة، بيروت.